أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر عن الاعتزاز بالنسيج الاجتماعي المتماسك الذي يضرب به شعب البحرين، يضرب أروع المثل وصار مثالا يحتذى على مستوى المنطقة والعالم. وقال سموه لدى استقباله لعدد من المسؤولين بالمملكة: إن شعب البحرين وما يتميز به من عطاء وبذل من أجل رفعة الوطن والزهارة قلما تجد له نظير، لذا فإننا لا نغالي حينما نقول إن هذا الشعب هو الثروة الحقيقية للوطن. وحيا سموه لدى استعراضه مع الحضور الموضوعات ذات الصلة بالشأن المحلي الحس الوطني العالي الذي تتعامل به صحافتنا وكتابها مع الأحداث المحلية والإقليمية والدولية، مشددا سموه بأن صحافتنا منذ نشأتها وهي تنطلق من أساس المسؤولية الوطنية في تعاطيها مع مختلف القضايا والموضوعات التي تخص الوطن والمواطن. واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور تطورات الأوضاع والمستجدات الإقليمية والدولية، حيث أكد سموه على ضرورة تبني مبادرات أكثر تقدما على صعيد التعاون العربي، وأن لا يقف عند هذا الحد، فالتحديات التي تتعاظم يتطلب معها تعاونا متناميا لحماية شعوب المنطقة من تأثيراتها.